ما بكيتش ليه؟
وطي ليه؟ عشان تكفر ذنوبك. ذنوبي؟ ابكي ابكي وعفر جبينك بالتراب واطلب السماح من رب السماح. مين عارف اللي جاي ايه؟ ده النفس بيخرج ما بيرجعش تاني. تقصد ايه حضرة درويشي؟ قصد واضح، البكا اول الطريق. اي طريق؟ ما تسألش. حاضر حاضر، انا مش هسأل، انا هسمع بس. اتفضل. البكا اول الطريق، والطريق طويل ما ينفعش فيه الندم، والزاد هو العمل، ويا تنجى يا تهلك. انا مش فاهم. بعدين بعدين هتفهم. ها يا خفي الأرطاف، نجينا مما نخاف. الدنيا مهالك، كل شيء فيها هالك إلا وجهك يا كريم، إلا وجهك يا عظيم، إلا وجهك يا حبيبي يا الله. حي حي يا الله حي. يقصد ايه الكلام ده حضرة الحكيم؟ ما تدقش يا مولاي، ده راجل مكذوب. لا بس انا خايف، خايف فيك انت. ان شاء الله لما نروح السويس هتنسى كل حاجه. ومين قال لك انت احنا رايحين السويس؟ انا كنت بقول كده بس عشان ما فيش حد بين المتآبرين يسمعنا. الله، امال هنروح فين يا مولاي؟ مالكش دعوة، اسكت انت، متسألش. يلا اهلا اهلا يا عصمة افندي. اهلا خطو عزيز. اهلا 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 بيك حضرة الباص. اتفضل اتفضل. أؤمر علي بيه، بلغني ان حضرتك عاوزني ضروري. ايوه فعلا. خير؟ الموضوع بخصوص شيرين بنت عمك. مالها؟ شيرين من ساعة أمها ما ماتت وهي وكل حاجتها تحت سيطرة راغب أفندي جوز أمها. الراجل ملقاش حد يحاسبه، طمع هو ومراته الجديدة في أملاك شيرين، وطبعا مش ممكن هيدينا أي أوراق تثبت الملكية علشان نعرف إيه هي أملاك شيرين بالظبط ونطالب بيها. طيب وإيه الخدمة اللي أقدر أقوم بيها؟ على الأقل تقول لنا على الأرض اللي ورثها عمك أبو شيرين علشان نبدأ في البحث عن حقوقها. حاضر، لكن عندي اقتراح تاني جايز يساعد. اتفضل. عمي ومرات عمي كان عندهم ناظر زراعة بيعتمدوا عليه، الأحسن تلجأوا للناظر ده لأنه عارف كل أملاكهم. كويس أوي، اديني بياناته. اكتب سعادتك. بتقول إيه؟ راح لناظر الزراعة؟ أيوه أيوه يا ست حكمت. لا يا راغب، الجدع ده باين عليه مش سهل أبدا، إحنا لازم نفتح له عينينا قوي، وإلا إحنا الاتنين هنلاقي نفسنا طايرين في الهوا. أنا مش عارف إيه اللي خلانا جوزنا هالو. مش وقت ندب دلوقتي، المهم ناظر الزراعة قال له حاجة؟ لا. كويس، طول ما هو مش عارف حاجة يبقى مفيش خوف منه. المشكلة لو عرف. هيعرف منين؟ ما كل حاجة معانا إحنا، وإحنا اللي عارفينها. اللي يدور ما يتوهش يا حكمة. على بال ما يوصل للي هو عايزه هتكون فاتت سنين، وحتى لو وصل ساعتها بقى حكمة ما تغلبش. هتعمل ايه يعني؟ عند اللزوم هتعرف انا هعمل ايه، واذا كان هو ناظر فانا عندي اللي اقوى منه. وهتعمل ايه دلوقتي؟ هعمل حاجة ما تخطرش على بال مخلوق. حاجة ايه؟ هعمل مرتب شهري لكل واحد من المستخدمين الشغالين في ارشيف الاراضي، على أساس يدوروا لي في الأوامر اللي أصدرها محمد علي باشا بالإنعام على أحمد باشا طوب سقال، وكمان يدوروا لي في أوراق البيع والشراء لمدة 15 سنة قبل وفاة والدك. وتفتكر
تفتكر انهم هيلاقوا حاجة؟ لا اكيد هيلاقوا. انا وعدتهم بمكافأة 150 قرش لكل حجة يلاقوها وينقلوها لي. بس كده يا علي بيه انت هتحتاج فلوس كتير قوي، وانا عارفة الحال. معلش معلش، نيجي على نفسنا شوية لحد ما توصلي لحقك. انا مش عارفة اشكرك ازاي، جميلك ده عمري ما هنساه. مفيش بين الزوج والزوجة جمايل. يلا يا ابني انت وهو، شوف شغلك كويس ومش عايز لك قاعد. اسمع جويش، انا عايز منك خدمة. ارجع مكانك وشوف شغلك. بلاش زيطة، حديك اللي انت عايزه. يفتح الله. 500 قرش بالتمام والكمال. ولا 1000. طب 1000، فكر على مهلك ورد عليا. اسمع يا ها، ايه الخدمة اللي انت عايزها مني بالظبط؟ هتوصل جواب. جواب ايه؟ لمصطفى باشا خزندار. وهو فين الجواب ده؟ موجود بس مش قدام الناس. مولاي مصطفى باشا الخزندار طالب المقابلة. أهلا بي، خليه يتفضل. مصطفى باشا الخزندار تفضل. السلام والتحية لأفندينا ومولانا وولي نعمتنا. أهلا مصطفى باشا، يا ترى إيه اللي جابك لحد بنها؟ طلب أرجو من مولانا ما يردنيش خايب فيه. إيه هو الطلب؟ تعفي عن حراسك. مصطفى باشا الخزندار جاي لحد بنها عشان يتوسط لشوية متآمرين؟ ما عاذ الله يا أفندينا، حراسك دول تلاميذي، كانوا مماليكي، ولو في شك في إخلاص واحد منهم ده يبقى شك في إخلاصي أنا شخصيا. لا 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 لا، مصطفى باشا الخزندار رجل وفي، أما تلاميذه شيء تاني غيره. أنا أقصد أني مماليكي مظاليم، وفي حد قاصد أني وقع بينك وبينهم وطالب التحقيق في التهم الموجهة إليهم، ومتأكد أن التحقيق حينصفهم وحيظهر المتآمرين الحقيقيين. تمام تمام، خلاص مصطفى باشا أنا أفكر في الموضوع ده. مبروك يا شيرين، ألف مبروك. جبت الأوراق وحصلت لي كل أملاك أمك وأبوك. صحيح يا علي بيه. علي بيه ما بيهزرش. بتقول إيه يا عصمة أفندي؟ بقول إن علي بيه مبارك حصر كل أملاك شيرين بنت عمي، وبعتني علشان أقول لكم إنه عاوز يساوي المسألة دي بدون مشاكل أو شكاوي. أنتوا برضو نسايب. روح قول له إن راغب أفندي بيقول لك اللي تقدر عليه إعمله. راغب أفندي اللي بتعمله ده اسمه أكل مال اليتامى. يا سلام، اللي بيحافظ على مال البنت اليتيمة دي يبقى هو اللي بياكل مالها؟ هو كل إيه في الدنيا يا إخواتي؟ خلاص بقى يا حكمة، سيبينا اتفاهم مع الراجل. مفيش تفاهم، نظر على نفسه، احنا ما بنتهددش. روح قوله انت مالكش عندهم حاجة، واعلى ما في خيلك اركبه. ده رأيك برضو يا راغب افندي؟ كله اجمع هنا، اجمع. ايه في ايه؟ ايه الاخبار جاويش؟ جناب الخديوي طالبكم. جناب خديوي طالبنا؟ ايوه. فوري جد يا رجال اجهزوا بسرعه.
يلا يا حبيبتي يلا قومي قدامي فزي. قدامك على فين؟ هترجعي بيت اهلك. اهلي؟ ايوه اهلك يا عين امك، ما دام عارف ياكل بعقلك حلاوه وعايزه تديله كل اللي عندك يبقى بيت اهلك اولى بيكي لحد ما تعقلي. لا مش هاجي معاكي. لا هتيجي معايا ورجلك فوق رقبتك. انا نصحتك من الاول وفهمتك انه هيفضل يتدحلب لحد ما تديله كل اللي عندك، لكن اعمل ايه؟ ما عرفتش اربي، ضحك عليكي بكلامه الحلو لحد ما سلمتي. علي بيه ما تضحكش عليا، انا اللي قلت له يجيب لي حق. حقك؟ كسر حقك. حقك من مين يا بنت؟ من راغب افندي اللي رباكي وحافظ لك على حاجتك من يوم امك ما ماتت. يلا قدامي. لا انا عايزه افضل في بيتي. واكتب الله ان ما مشيتي معايا من سكات لكم مجرجرك من شعرك. انت هتكبري عليا يا بنت، ده انا اقطم رقبتك. يلا قدامي. اعملي معروف سيبيني في حالي. هو انت فاكراني بهزر؟ بقول لك قدامي. طب استني اغير هدوم. مش هتغيري حاجه يا روح امك. يلا قدامي. اسمعي بقى يا حبه عين، رجلك مش هتعتب الباب ده، ولو صرختي وقلتي لي بيتي ولا جوزي هقطع لساني، مفهوم ولا لا؟ لكن ده ظلم. بيت اياك لسانك يطول. طب ليه اللي بتعمليه ده؟ عشان تفوقي وتعرفي راسك من رجليكي. اقطع دراعي ان مكان علي بيه بتاعك ده عامل لك عمل عشان تمشي وراه زي العمية. معقوله يا ناس؟ معقوله جوزي هيسحر لي؟ وما يسحر لكيش ليه؟ عايز يضحك عليكي عشان ياخد كل اللي عندك، يبقى لازم بقى يسحر لك. لكن انا بقى هبوظ له كل اللي عمله، هجيب له حد يفك العمل اللي عامله ده عشان تعرفي في الاخر مين اللي بيحبك ومين اللي بيضحك عليكي. ما اكدبش عليك يا علي بيه ان في البدايه ما كنتش موافق على موقفك وموافقتك لعباس باشا، لكن التجربه اثبتت انك لعبت دور مهم جدا وحافظت على استمرار العمليه التعليميه. معقول ده راي صالح مجدي تلميذ الشيخ رفاعة الطهطاوي؟ ده راي اللي كتبته للشيخ رفاعة نفسه. صحيح دلوقتي عدد التلاميذ ما عادش كبير زي ايام محمد علي باشا، لكن لازم اعترف ان كان فيه عدد كبير منهم ما بيعرفش حتى يفك الخط. نما دلوقتي ما عادش فيه تلميذ متعسر، والولاد بيتكلموا لغات كأنهم عايشين في أوروبا. ده غير انك نقلت للمدارس النظام الأوروبي، مفيش ضرب للتلاميذ، مفيش إهانة، في اهتمام بملابسهم، بصحتهم، بأكلهم، وده دور كبير هيذكره لك التاريخ. انت عارف يا صالح افندي، بلدنا علشان تنهض يلزمها 100 سنة من العمل الشاق والعمل الجاد، يعني تقدر تقول 3 أجيال متتالية. النهضة بدأت في مصر مع محمد علي سنة 1805 واستمرت لحد دلوقتي، يعني حوالي 50 سنة، وأنا كان لازم أقوم بدوري ده علشان ما أقطعش خط سير النهضة. التقدم يا صالح أفندي لابد له من الاستقرار. أنت اللي بتقول كده يا علي بيه؟ وليه لأ؟ أصلك اتعلمت في فرنسا بلد الثورة، والثورة بطبيعتها تمرد على الاستقرار. الثورة تمرد على استقرار الأوضاع الخاطئة، وبعدين الثورة بتقوم كل قد إيه؟ كل 200-300 سنة؟ مفيش ثورة بتقوم في بلد كل يوم والتاني، ولا تبقى مصيبة. ده غير إن مش كل الفرنساويين مؤمنين بالتغيير العنيف. عندك مثلا الفيلسوف الفرنساوي سان سيمون، كل أفكاره قايمة على التغيير التدريجي. أفهم من كده إنك مقتنع بأفكار سان سيمون؟ مش أنا وبس، معظم الفرنساويين اللي شغالين معانا هنا في مصر من أتباع سان سيمون. الغريب إنك مهندس ومع ذلك بتتكلم في الفلسفة كأنك متخصص فيها. ولا متخصص ولا حاجة، ده مجاملة منك، ده مجرد اجتهاد. تقصد ايه بالكلام ده؟ اقصد انبهك بالكلام ومبهزرش، وما اظنش انه جايبك هنا عشان يتملى في سعود عينك. وضح كلامك يا شاكر. انا شامم ريحه مش حلوه. تقصد ايه برضو؟ بيتهيألي والله اعلم ان الخديوي بيدبر شيء. شيء زي ايه؟ يقتلنا؟ القتل اسهل حاجه عند الخديوي. لا 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 لا، مش معقول. جنابه وعد بالعفو عنا. خلاص ما دمت مصدقه انت حر، انا عملت اللي عليا عشان خاطر العيش والملح. سلام عليكم. شاكر، معقول؟ معقول تكون دي نية جناب الخديوي؟
انسى ان ليك ستة عندنا يا علي بيه. ازاي الكلام ده؟ دي مراتي. كانت مراتك. انا ما طلقتهاش. هتطلقها؟ مش هتطلقها. ما تتكلم يا راغب يا فندم. انا بقول الصلح خير. اسكت انت خالص. صلح اللي تتكلم عنه. ها ورقه بنتي هتوصلها بكره. قلت لك مش هطلق. يبقى ناوي على العند. ولعلمك بقى محدش يقدر يعاند حكمه. ما تتكلم يا راغب يا فندي. محدش هنا يقدر يتكلم غيري. الكلمه كلمتي والشوره شورتي. واللي بقوله هو اللي بيمشي. يا رايك في الكلام ده يا راغب يا فندي؟ انا رايي حكمه ان التفاهم مفيش احسن منه. قلت لك اسكت خالص يا راغب. هو انا قلت حاجه؟ قلت ايه يا حضره الناظر؟ قلت مش هطلق. انا متمسك بمراتي. يبقى برضو ناوي على العند. وانت ما تعرفش عند حكمه. استحمل بقى اللي يجرى عليك. تلغراف من مصر اسمه الاميره نازلي هانم افانزيم. افتحوا واقرأوا. ثلاث كلمات ما فيش غيرهم. اقرأوا. كل آت قريب. عظيم. يبقى يوم الحساب مع عباس قرب. على الله الفرج. اسمع أغا، أنا عايزك تنسى مصر حالا. خليك قريب من شاكر وعمر. رتب لهم أمر الهروب. أنا عايزاهم بعد ما يخلصوا المهمة ما يستنوش في مصر لحظة واحدة. أنا هحجز لهم على أول مركب مسافر على تركيا بعد تنفيذ المطلوب. وتحرك بسرعة، الوقت من ذهب. أمرك. اللي لدي هكون على ظهر المركب المسافر على مصر. تفضلي. على فين إن شاء الله؟ على بيتي. طب ما هو ده بيتك يا حبة عيني. لا، بيتي عند جوزي. اللي مسلطك علينا؟ لا ما تتعبيش نفسك، مش هترجعي له تاني. والله ما صلطني، انا اللي طلبت منه يشوف لي حقوقي. عارفه ليه؟ عشان سحر لك، وانا عارفه لقم الفلاحين، بس مش هينول اللي في دماغه. هجيب له المنجمين اللي يبوظوا له سحره. هو فاهم الحكايه ايه؟ بس يا خالتي. مفيش بس. اطلعي يا روحي على اوضتك واعملي حسابك، مفيش طلوع بره البيت إلا بإذني. فهماني؟ وحسك عينك بقى تقولي لي بيتي ولا جوزي. انت عارفة لما بغضب بعمل ايه؟ عارفة ولا عرفك؟ ايه اخبار ابننا؟ ايه يا ملك؟ الحمد لله بخير. عارفة يا ملك ابننا ده هيكون غير كل اخواته. والسبب؟ السبب واضح جدا، عشان هيبقى ابن الحب والشوق والانتظار. اسماعيل باشا، ممكن اسالك سؤال؟ اتفضلي. طبعا. هو انت بتقول نفس الكلام ده لبقيه حريمك؟ ليه بس كده يا ملك؟ ليه؟ ارجوك يا ملك، ارجوك ما تحاوليش تفسدي كل مقابلاتنا كده بسبب غيرتك دي. انا اسفه، حقك عليا. كل ما بقول ان انا مش هضايقك بكلامي وبغيرتي ما بقدرش. هعمل ايه؟ بحبك. حلم عمري كان انك تبقى ليا لوحدي. وانا كمان بحبك. افتكري كويس انا عملت ايه عشان تكوني ليا. عارفه لولا حبي ليكي انا كنت لا يمكن استحمل غيرتك دي. اسماعيل باشا، تعالى نسيبنا من كلام الغيره والحاجات دي، تعالى نتكلم في موضوع تاني. اتفضلي. انا زهقانه قوي من طول وقت الفراغ. ايه رايك لو تشتري لنا شويه جواري من اللي بيعرفوا يعزفوا ويغنوا؟ هو يسلونا شويه. انت عارف ان انا بحب الموسيقى. انا قضيت سنين طويله من عمري في النمسا وفرنسا، بلد الموسيقى نفسها. يعني موافق؟ وبشده كمان. في خلال ايام معدوده هيكون عندك اجمل جواري بتغني وتعزف. Thank you.
ادخل. تمام يا فندم، رسالة سعد. معقول أم الخديوي عباس طلباني بكرة عندها؟ يا ترى ليه؟ ايه رايك علي بيك في الشكوى المقدمه من الست حرامكم؟ انا اؤكد لسموك يا مولاتي ان مراتي ما عندهاش اي فكره عن الشكوى دي. ازاي يا فندم؟ الشكوى دي كتبتها الست حكمت مرات جوز امها ضدي علشان عاوزاني اطلقها. ايه ردك ست حكمت؟ منه لله منه لله يا ست هانم، البنت اللي ربتها اكتر من بنتي بيعصيها عليا وعلى الراجل اللي قواها وصنملها. يرضيك يقول لها يا تديني فلوسك يا اما اطلقك؟ ده يبقى عدل يا ست الناس. ليه وليه تقوله مش هديك حاجه؟ سود عيشتها، خلاها سابت له البيت وهجت على بيت ابوها وقالت الحقون يا خلقه. ايه رايك علي بيك؟ انا رايي يا مولاتي ان الكلام ده كله كذب. انا يا مولاتي باخد مرتب اميره لاي وافندينا عباس باشا أنعم عليا ب 300 فدان، يعني أنا مش محتاج إن أطمع في أملاكها. ممتلكات مراتي تاهت عند راغب أفندي والست حكمت لدرجة إن مراتي يا فندم ما تعرفش إيه هي ممتلكاتها ولا تعرف عائد ممتلكاتها إيه. أنا مراتي لجأت لي علشان أرجع لها حقوقها، ودفعت من جيبي لحد دلوقتي عشرات الألوف من القروش عشان أحصر لها ممتلكاتها. يعني أنا لحد دلوقتي اللي بدفع مش باخد، يبقى فين هو الطمع؟ الطمعان هو اللي بيدفع ولا اللي بياخد؟ إذن مفيش حكم دلوقتي، نسمع ابناتنا شيرين أولا. أحسن لك تطلق يا علي مبارك. مش هطلق. لسه بتعاند؟ حرام عليكي، مش كفاية الطمع في أموال اليتامى، كمان عاوزة تخربي بيت البنت الغلبانة؟ ما يتخرب، المهم إنها تفضل تحت سيطرتي. هتروحي من ربنا فين؟ أنا سايبة لك الجنة، أنت واللي زيك. وأنت هتفضل ساكت كده على طول؟ أنا هقول إيه بس؟ أنا رأيي الصلح خير. صلح إيه أنت كمان؟ أنت تسكت خالد أحسن لك. تاخد كم وتطلق؟ ولا كنوز الدنيا كلها هتخليني أتخلى عن مراتي. طيب، خلينا في طريق العند الآخر. ورايا. وراك. السلام عليكم سيد أحمد يا بدوي، ما قدرتش أكون هنا جنبك من غير مزورك. أنا متضايق قوي يا بدوي، الحمل الثقيل، الخيالة ما بتجيش إلا من أقرب الناس ليا من الحرس. أعمل إيه يا بدوي؟ أقتلهم ولا أعفو عنهم؟ أقابل ليهم ولا أبعدهم؟ مش عارف أعمل إيه، مش عارف. أول مرة أحس إني خايف، خايف بجد. تفتكر بدوي إنهم ممكن يقتلوني؟ أنا عارف أنا غلطان إني جبتهم معايا هنا في بلها، لما أرجع هرجعهم القاهرة تاني، لا هسرحهم من الخدمة نهائي نهائي. شيخ بدوي أنا آسف، ما أقدرش أفتح قلبي للناس اللي حواليا، لو عرفوا إني ضعيف هيأكلوني. آسف آسف شيخ بدوي، لكن صدقني من ساعة ما دخلت هنا وأنا حاسس براحة عظيمة، اطمئنان ملوش حدود. عشان كده شيخ بدوي لو تسمح لي أقضي الليلة هنا جنبك. بعد إذنك مولانا، بعد إذنك.
الحاكم، حضرة الحاكم. أمرني، أمرني يا مولاي. أنا هلم هنا، أقعد جنبي، ما تصحينيش إلا لما أصحى لوحدي. يا مولاي اسكت. هتنام في وسط المجاذيب. اسكت أنت. اشهدوا لا إله إلا الله، اشهدوا أن محمد رسول الله، اشهدوا أن لا إله إلا الله، اشهدوا أن محمد رسول الله. يا مولاي لا إله إلا الله. مالك؟ فيه حلم، حلم فظيع. لا ده كابوس. أجيب لك شوية مية. لا مش مهم، مش مهم. يلا بينا، يلا بينا. أنت عارف يا حماد إن أنا ماليش أهل في القاهرة، علشان كده أنا طالب مساعدتك. عاوزك تتوسط ما بيني وبين الست الشرسة دي وتطمن لي على شيرين. أنا خايف للست حكمة تأذيها. حاضر علي بيه، أنا هاخد مراتي ونروح نزور نسايبك، وأكيد الستات هيتكلموا مع بعض، وبكده نعرف الأمور ماشية في أنهي اتجاه. وياريت يا حماد لو أمكن يعني تروح الليلة، الحقيقة أنا قلقان أوي. حاضر يا سيدي، نروح الليلة. بص يا حضرة لافنش، روح قول لحضرة الناظر أحسن له يسمع الكلام ويطلق. عيش اتقطع لحد كده مع بنتنا. مش كده يا حكمة، دول ضيوفنا برضو، هنكلمهم هم واقفين كده، خليهم يتفضلوا الأول. راغب، أنا ما بحبش الحواديت. خلاص يا فندي، سعيكم مشكور، الرسالة وصلت. معقول في كده؟ يلا بينا يا هانم. حكم، فاكريني عبيطة جايب مراته وجاي عشان تطلع تقعد مع شيرين وتعرف اخبارها؟ يا اخي ده جناب خديوي هو اللي طالبني شخصيا. وايه الغريب في كده؟ اصل مش عادي جنابه يطلبني في وقت متاخر كده. يا سلام، انت هتحدد لجناب الخديوي امتى يطلبك وامتى ما يطلبكش؟ حاضر حاضر حضره حاجب، اتفضل. لحظه من فضلك، إذا ما جيتش بعد نص ساعة أبقى في خطر، تتحركوا بسرعة لإنقاذي. ها؟ أمرك خلبي. تفضل، تفضل حضرة حاجب. اسمع خليل بيك، ليلادي مش عايزك لا أنت ولا رجالتك تبعد ربنا. أنا خلاص عفيت عنكم، اتفضلوا من غير مطرود. نروح فين دلوقتي يا مولاي؟ الدنيا ليل والطريق صعب. أوامري ما حدش يناقشها، فاهم؟ خلينا للصبح يا مولاي، الصباح رباح. والصبح ليه؟ مهمتكم انتهت، جايين لطلب العفو، وأنا خلاص عفوت عنكم، يبقى خلاص تقعدوا هنا ليه؟ احنا حراس جنابك يا مولاي، وطبيعي نكون موجودين معاك مطرح ما تكون. انا اللي احدد تكونوا موجودين فين؟ حاضر يا ولي النعم، نسيب بنها الليلة. حسين بيك، من الليلة دي هغير مكان نومي كل ليلة. أمر أفندينا. وإنت اللي هتحرسني بنفسك. أمرك أفندينا. تعالي معايا لما نشوف حضرة الناظر سحلك إزاي وعايز مننا إيه. علي بيه مش ممكن يعمل كده، المنجمة هي هتعرف كل حاجة وهنشوف بعنينا. ما تخافيش يا شابة، ما تخافيش، المستور كله حينكشف بإذن الله. قولي يا رب. يا رب. اقعدوا. يا كاشف الأسرار، يا عالم الغيب، يا مطلع على كل شيء، يا قادر يا كريم يا رب، هات الحل. اسمع الكلام يلا.
افتحيها. فاضية ولا فيها حاجة؟ فاضية. غطي. بحق النار والجمر ساعدني يا جبار، يا ملك الشياطين الحمر ساعدني يا جبار، واكشف العمل اللي معمول لشيرين بنت جفردان، من عن مبارك او من غيره من البشر او الجان، ساعدني يا جبار، وكل طلباتك مجاب وكل اوامرك مطاع، ساعدني يا جبار. ايه 100 جنيه كتير، اكرمني وحياه العشره اللي بينا عشان خاطر الغلبانه دي. الله كتر خيرك كتر خيرك، ده فضلك ملك الجان، اكرمنا ونزل المية لعشرين بس. 2000 قرش لا كتير. جبار ما بيحبش الفسار، اوعى تخليه يغضب، احسن ده غضبه صعب ممكن يضرنا كلنا. اتفضلي اديهم لشيرين. خدي حطيهم في الحلة عشان تعرفوا ان الفلوس ديت للاسياد مش ليا. اهو غطيها. حاضر. يا كاشف الاسرار، يا كاشف مكر كل سحار، يا سيد الشياطين الحمر، هات الاعمال السفليه اللي معموله للبت الغلبانه ديت شيرين المستغميه، اظهر كرماتك يا جبار. يما اقعدي مكانك احسن يزعل. خليكي قاعده. افتحي الحله اللي انت قفلتيها بايديك، طلعي العمل اللي معمول لك بايديك، وريني. عرفي تقري؟ ايوه. اقري اقري. الخط مشلفط قوي. اقري. باسم الشياطين والجان عملت هذا العمل لشيرين بنت جلفدان، لاجل ما يصيبها الجنان، ودفنته في اسفل مكان عشان ما يوصل له انسان مهما كان، وحرست عليه الجن ميمون الغادر اللي ما يقدر عليه غير جبار القادر ملك الشياطين الحمر وكاشف البلا والشر. عرفتي كان معمول لك ايه؟ ايوه، بس العمل ده مش مكتوب عليه اسم اللي عمله. اقلبي الورقه واقري الاسم المكتوب عليه. في كلام ممسوح، مش لاقيه غير كلمه نفيسه. ام جوزك اسمها ايه؟ نفيسه. الكلام الممسوح اسم جوزك علي بن نفيسه. معقول العمل في ايدك وبرضه مش مصدقه؟ انا هواجهه بالورقه دي. لا، الورقه دي لو وقعت في ايده تاني يبقى كل اللي عملناه زي قلته. الورقه دي لازم تتحرق ورمادها يندفن في بئر. انا مش قادره اصدق. فوقي بقى، فوقي من الغمامه اللي على عينيكي. استنوا استنوا، جبار لسه كلامه ما انتهاش. حاضر يا سيدي، كتر خيرك يا كريم، كتر خيرك وده من فضلك، كتر خيرك وده من فضلك. افتحي الحله تاني. هو في ايه؟ جبار بيقول ان العمل مش كل حاجه، فيه الاكبر من العمل. تاني افتحي الحله وطلعي اللي فيه بايديك. اقري الورقه. قتل. ده اللي كان في نيه جوزك يقتلك. لا، علي بيقتلني انا، مستحيل. جبار ما بيكذبش. هي حصلت القتل كمان؟ الحمد لله ان انا جبتك هنا وما رجعتيش ليه تاني، كان زمانك بقيتي المرحومه. علي بيه يقتلني انا؟ كلامي كده خلص خلاص، اتشاوروا مع بعضيكم. خدي يا ستي يا مبروك، خدي مش خساره فيك. تسلمي لي يا ست الستات، انا الفلوس ما تهمنيش.
المهم ان الاسياد يكونوا راضيين. راضيين راضيين ان شاء الله. بطلكم بعافيه. مع السلامه. معقول القتل؟ وسلام لمين دور القلوب والعقول وعاشها حر ضميره وتفكيره. وسلام لمين ضوى القلوب والعقول وعاشها حر ضميره وتفكيره. وألف رحمة على علي مبارك كان شمعة بتضوي الزمان الجهول، كان شمعة بتضوي الزمان الجهول. شديد اقولك انت رضيت بعشت العبيد، ياللي تقولي زمننا صعب وشديد اقولك انت رضيت بعشت العبيد. وازاي نعيش واحنا في عالم جديد بعقول قديمة بليدة من الف حول، بعقول قديمة بليدة من ألف حول. وسلام 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 لمين ضوى القلوب والعقول وعاشها حر ضمير وتفكير وهموم. وسلام لمين ضوى القلوب والعقول وعاشها حر ضمير وتفكير وهموم. ألف رحمة على علي مبارك كان شمعة بتضوي الزمان الجهول، كان شمعة بتضوي الزمان الجهول. سلام سلام ياللي تقولي زمننا كافر بليد أقولك المؤمن قوي روح وإيد، أقول لك المؤمن قوي روح وإيد. ونعشت حر ومستقيم تبقى سيد، وانت استزيد من العلم تحلم تنور، وانت استزيد من العلم تحلم تنور.